شباب نلخص مع بعض الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس طبعا يعني من الحاجات اللي نقدر نقول مش اخده حقها او ما بنقدرش نعرضها بالشكل الملائم ليها، لان الهايبوثالاموس لو احنا هنتكلم عنها فاحنا محتاجين كتب. الهايبوثالاموس هي المنطقه دي يا جماعه، شايف كده تحت الثالاموس اهيت، هي ما بين الثالاموس زي ما قلنا وكمان فوق البيتويتري جلاند، دي الغده النخاميه، هي الحته دي كده اهم جرام في جسمنا. بلا مبالغه يا جماعه، اهم جرام هي دي كل حاجه، لان الهايبوثالاموس دي يا جماعه هي اللي بتنظم البيئه الداخليه في جسمنا، هي اللي بتنظم البيئه الداخليه في الجسم، تمام. فالهايبوثالاموس بتتحكم في كل وظائف البيولوجيه تقريبا. فعشان نتكلم عن الهايبوثالاموس محتاجين كتب زي ما قلنا. دي النيوكلاي بتاعتها في انتيريور وبوستيريور وسوبرا اوبتيك وبارا فنتريكولار وسوبرا كيازماتيك وماميلاري وغيره، عادي بنبص عليهم كده على السريع. طيب نبص على وظائفها، ريجليت الاوتونوميك، بتنظم الاوتونوميك، رقم 2 بتنظم البلاد جلوكوز، رقم 3 بتنظم استجابه الجسم للاسترس، رقم 4 بتنظم البلاد فوليوم والاوزمولاريتي، رقم 5 بتنظم الغدد الصماء، رقم 6 لها دور في السيركيديان ريزم، رقم 7 لها دور في البادي ويت، ورقم 8 لها دور في البادي تمبريتشر. ياه، هي اصلا الفسيولوجي كله تقريبا. ناخد اول دور ان هي بتنظم الاوتونوميك. البوستيريور بارت بتاعها يا جماعه، البوستيريور بارت بينظم السمباثيك، يعني لما بينشط ينشط السمباثيك، والانتيريور بارت لما بينشط بينشط الباراسمباثيك. الحته دي مهمه في الام سي كيو، لان ممكن يقول لك لما ينشط البوستيريور بارت تتوقع يحصل ايه؟ الهارت ريت يزيد صح، بلاد بريشر يزيد صح، بيبولر دايليتيشن صح، بيقل افراز الكاتيكولامين غلط، لان المفروض ان دي تاثيرات سمباثيه كلها، وهنا يبقى عكسها. تبقى حافظ دول كويس قوي علشان دول موضع اسئله مهمه. تنظيم البلاد جلوكوز، احنا البلاد جلوكوز زي ما احنا عارفين يا جماعه الصايم، سكر الصايم في الانسان من 70 الى 110، ده السكر، ده مستوى السكر الصايم في الشخص العادي من 70 ل 110 في الشخص الصايم. لو قال عن 70 يبدا الانسان يحس ان هو دايخ ومزغلل ومش مظبوط كده، ولكن لو قال عن 50 لا لا لا، ده احنا نخش بقى في ايه، في اضطرابات ذهنيه، ولو قال بقى 40 و30 على طول نخش في تشنجات، ثم نخش في غيبوبه. الحاجات دي ما بتعرضلهاش الشخص العادي، بتعرض لها العيان بتاع السكر، لان الشخص العادي عنده هايبوثالاموس بفضل الله فيها جلوكو ريسبتورز. اول ما السكر يقل تتنبه، تقوم عامل لك حاجه اسمها كاونتر ريجوليتوري ميكانيزمز، شويه ردود فعل قويه جدا ترفع لك ضغط الدم، ترفع لك هرمون الادرينالين وهرمون النورادرينالين، وتزود كمان الكورتيزون في الدم، وتزود الجروس هرمون، وكمان تزود الهانجر سنتر، تخلي الانسان جعان يبدا ياخد. كل ده بيرفع البلاد جلوكوز يا جماعه بلا اي مشكله. طب العيان اللي عنده سكر بقى بيكون اخد انسولين، منزل له السكر جامد، مهما تعمل هايبوثالاموس مش هتقدر، لان الانسولين بيبقى قوي. ده عند العيان اللي خد حقنه الانسولين وما اكلش مثلا، او بياخد جرعه انسولين عاليه، بيبقى عرضه للمشكله دي، لكن بفضل الله الهايبوثالاموس بتقينا من الكلام ده. رقم 2 ضبط البلاد فوليوم، لان المفروض اللي اكتر هرمون بينظم حجم الدم يا جماعه هو الاي دي اتش، زي ما احنا عارفين هو اللي بيحجز الميه او ينزلها من جسمنا، والاي دي اتش ده بيفرز من الهايبوثالاموس، تمام. طيب فاذا الهايبوثالاموس هتتحكم في الاي دي اتش على حسب حجم الميه في جسمنا. طيب بيقول لك وين ذا بلاد اوزمولاريتي انكريز والبلاد فوليوم بيقل، البلاد فوليوم قل وهنا البلاد فوليوم زاد. سهل قوي، اول ما البلاد فوليوم يقل اذا هيحصل حاجتين، هيزيد افراز الاي دي اتش فيحجز الميه في جسمنا، يزود امتصاص الميه من الكلى، يعني ما نفقدش الميه خالص، كمان يزود الاحساس بالعطش عشان يزيد الووتر انتيك. نتيجه الحاجتين دول حجم الدم يزيد والاوزمولاريتي تنزل لطبيعتها. في المقابل لو حجم الدم زاد والاوزمولاريتي قلت، يبقى اذا نتخلى بقى ايه عن الايه الاي دي اتش، تبدا تقلل الاي دي اتش، افراز الاي دي اتش. لما افراز الاي دي اتش ينزل يبقى الجسم يتخلى عن الميه، يعني مفيش حاجه تمسكها، تمام، تبدا الميه تنزل. كمان الاحساس بالعطش بيقل فتناول الميه بيقل، كل ده يؤدي الى ان حجم الدم يقل والاوزمولاريتي تعلى لقيمتها الطبيعيه. الهايبوثالاميك ريسبونس للستريس، الاسترس يا جماعه اي موقف صعب انت تتعرض له، زي واحد بينزف، انخفاض السكر في الدم، انخفاض ضغط الدم، انخفاض حراره الجسم في الاجواء البارده، نقص الاكسجين، هايبوكسيا، سيفير بين، اكسرسايز، كل المواقف الصعبه كل تكالك على ربنا سبحانه وتعالى ثم على الهايبوثالاموس. ما تقلقش، هتبدا تنشط الغدد والنشاط الجهاز، تنشط الجهاز العصبي السمساوي، وتخليك في اقوى حالاتك في مواجهه الاسترس، يدي لك هرموناتك اللازمه اللي بتخلي الجسم قوي في مواجهه الاسترسز، تمام. بتنظم الاندوكراين جلاند، والحاجات دي هتاخدوها في الاندوكراين، فهي بتتحكم تحكم شبه كلي في البيتويتري جلاند،
وتحكم مباشر في البوستيريور بيتويتري جلاند، وكمان بتتحكم في غدد تانية كمان، حتى السوبر رينال مدلة ما فلتتش منها، وبتتحكم في البيتويتري اللي بتتحكم في معظم الأذر جلاندس. إذن هي لها هاير كنترول على معظم الجلاندس الاندوكراين اللي موجودة في جسمنا. كمان الهايبوثالاموس بتظبط لنا حاجة اسمها سيركيديان ريزم، والسيركيديان ريزم يا جماعة ده من عناوين المهمة، بمعنى ان السيركيديان ريزم اي بيولوجيكال اكتيفيتي بيحصل فيها يعني تغيير، يعني بتزيد وبتقل على مدار 24 ساعة، يعني مفيش فيها ثبات. يعني في حاجة يا جماعة مدار 24 ساعة، يعني من الساعة الأولى للساعة ال 24 تلاقي الحاجة ماشية كده، دي مش لها سيركيديان ريزم. لكن في حاجة تلاقي الصبح قليلة وبعد كده تزيد تنزل، طالما في تموج يبقى اذا نقول ان الحاجه دي لها سيركيديان ريزم. اشهر حاجات لها سيركيديان ريزم في جسمنا سليب اويك سايكل، البادي تمبريتشر، بلاد بريشر، الهرمونات، برونكو موتور تون. تحفظهم كويس لان ممكن يجيب لك في الامتحان حاجات مالهاش سيركيديان ريزم، يقول لك ويتش اوف ذا فولوينج نوت بلونج تو البيولوجيكال ريزمز، او ملوش علاقه بالهايبوثالاموس وهكذا. اللي بيظبط الريزمز دي ويزود نشاط معين عند ساعه معينه حاجه اسمها بيولوجيكال كلوك، الساعة البيولوجية موجودة في الهايبوثالاموس في السوبرا كايزماتيك نيوكلاس، هي دي اللي عارفة التوقيتات بالظبط. وانت عارف كويس قوي وجربت، لما بتصحى ليك ميعاد للصحيان الصبح تلاقي نفسك بتصحى في الميعاد ده حتى لو عندك يوم اجازة، تمام. فهي اللي بتقدر تحدد التوقيتات دي. وكده خلصنا الهايبوثالاموس، وبشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.